سعيد من اسكتلندا معايا. استاذ سعيد اهلا بك. اهلا بك استاذ احمد. السيسي يحاصر قطر ويساند الصهاينه في كل المحافل، وقال لك قبل كده امن اسرائيل اولويه عنده. احنا احنا واقعين في ايه بالظبط يا استاذ احمد؟ انت عندك جيفه الشعوب العربيه اللي هم الحكام زي السيسي وابن زايد وابن سلمان تغذي اسرائيل. احنا يا استاذ احمد عارفين المشكله فين والحل ومين خان وفسد وباع وتنازل وفرط. بس الشيء المؤجل والخطير يا استاذ احمد ان المجندين من الشعب الفقير المجهل هو من يحمي النظام الفاسد. والشيء المقرف ان هو يتحكم فيهم باغنيه ويجعلهم مجرمين حرب مع اهلهم، قتل وتدمير منازل واقتلاع اشجار التين والزيتون. هذا هو طعم من الخلف بسكين مسموم للوطن ولاهلهم. والله يا استاذ سعيد هو الطعن انت مش بتطعن حد من الخلف، انت بتطعن نفسك وبتطعن جسمك وبتطعن مبادئك وامتك. بشكرك جدا.